رجل الصناعة الكبير أحمد أبو هشيمة، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. ما هي أهمية المؤتمر في هذا التوقيت؟ توقيت مصر الجديدة بعد انتخابات الرئاسة كان في يعني احنا اتأخرنا كتير قوي سنين وسنين وسنين، فاحنا لازم نبتدي. السيد رئيس الجمهورية قبل الانتخابات يعني كان ليه كلمة انا كنت دايما باخد بالي منها ومعرفش الناس اكيد الناس مستوعباها، ان احنا لازم نقول ان احنا بنبني كلنا المصريين كلهم، كان دايما يقول المصريين المصريين. فده وقت دور رجال الاعمال، رجال الصناعه، رجال البنوك، رجال الاقتصاد، المواطن المصري البسيط، المواطن الغلبان، المواطن المتوسط، كلنا لازم نبني البلد. فاحنا ضيعنا وقت كتير قوي فلازم نبتدي بسرعه يعني. بالنسبه لمشكلات المستثمرين، من وجهه نظرك ما هو الدور الواجب على الحكومه لتعديل التشريعات وتهيئه مناخ الاستثمار؟ بص، الحكومه بتمتلك قوه الاصلاح التشريعي، القوه دي متمثله دلوقتي طالما ما فيش مجلس شعب في السيد رئيس الجمهوريه اللي معاه التشريع والحكومه كجهه تنفيذيه. فانا بتمنى ان شاء الله ان احنا ما نضيعش وقت، ما نستناش حاجه خالص، لازم نبتدي على طول. المؤتمر ده ان شاء الله يخترق بتوصيات، التوصيات دي هتتعرض على السيد رئيس الجمهوريه. انا متاكد السيد رئيس الجمهوريه بيبص في كل صغيره وكبيره، بيتابع كل حاجه بدقه، فان شاء الله لو توصيات هي صالحه وان شاء الله تبقى صالحه في مجال الاستثمار هيطبقها على طول. انا شايف في اهتمام كبير جدا بالمؤتمر. الميزه المصريين اللي عملوه قبل مؤتمر المناحين او اصدقاء مصر، ده كان لازم، ودي كانت فكرتنا صراحه، يعني فكره المجتمع الاعمال المصري ان هو يبقى فيه الاول مؤتمر نقول مشاكل المصريين ايه، نقول مشاكل الاستثمار، عشان المستثمر الاجنبي لما يجي يلاقي كل حاجه جاهزه مش يقعد يعاني ويخاف. فاحنا الحمد لله ان احنا بدانا ده قبل مؤتمر اصدقاء مصر اللي عايز يتعمل، اللي دعا ليه الملك عبد الله. على الجانب الاخر، بعد ما الحكومه هتهيئ المناخ للاستثمار، ما هو الدور الواجب على المستثمرين لتنفيذ المشروعات؟ المستثمرين عليهم دور كبير جدا، ان احنا نبقى جاديين في تنفيذ المشروعات، ان احنا نقبل التحديات، نبقى عارفين التحديات، نبقى عندنا اصرار على التغلب على التحديات. انا ما اعرفش ظروف الناس ايه، ولكن احنا كلنا مصريين لازم يبقى عندنا نفس الروح. مش ممكن الرئيس يبقى بيتكلم بروح معينه واحنا اقل منه في الروح، احنا كلنا مصريين لازم يبقى عندنا نفس الاصرار والعزيمه على معرفه اولا التحديات والصعوبات، الازمه الكبيره الاقتصاديه اللي فيها مصر ومواجهتها وحلها، وان شاء الله النجاح والمرور الى بر الامان، بر الامان للمجتمع المصري كله ان شاء الله. فده يعني دور كبير جدا جدا جدا، اللي هيبني مصر القطاع الخاص مع القوات المسلحه، لان الحكومه ما عندهاش، انت شايف المشاكل قد ايه، يعني عندنا كام احتياطي؟ 16.8 مليار، عملوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فالقطاع الخاص هو اللي يبني، عندنا 7 مليون عامل في القطاع العام، مش حرام يعني، كتير جدا جدا. القطاع الخاص فيه حوالي 18 مليون، ان شاء الله يبقوا 50 مليون، لان اي دوله بتبني نفسها لازم يبقى كده. خلاص احنا، انا دايما بطالب بحاجه اسمها الراسماليه الاجتماعيه، مش راسماليه متوحشه، راسماليه اللي تقدر تقدر دور المجتمع المدني، تقدر تقدر دور المجتمع ومشاكل المجتمع. دايما يبقى مش همها بس الربح، همها الربح والربح المعنوي والربح الاجتماعي، ده يبقى حاجة جميلة جدا جدا، حاجة مش موجودة في القاموس اسمها الرأسمالية الاجتماعية، بس أنا دايما بنادي بيها من بعد ثورة 2011. أحمد أبو هشيمة هيشارك في مشروعات في فترة مقبلة؟ احنا بعمل مصانع من 2011 وان شاء الله بخلص في 2015 مشاريع ب 7 مليار جنيه، فانا مشارك كده وكده، انا ما عنديش ولا حاجة بره مصر وبلدي هي الأولى، وان شاء الله مكمل بأقصى قوة. كلمنا عن تفاصيل الفترة المقبلة. لا، بنخلص مشروعين حديد مصريين في بني سويف، أول مصنع حديد في الصعيد، وبنخلص المشروع الثاني في السخنة، وخلصنا مشروعين، واحد في بورسعيد وواحد في اسكندرية. شكراً. سؤال أخير، لو حضرتك يعني حبيت توجه كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له إيه؟ يعني الله يكون في عونك، والله بجد كل يوم بيثبت إن هو يعني مش مجاملة، بس هو الراجل بيشتغل 24 ساعة. ان شاء الله يا ريس احنا معاك كلنا باذن الله، زي ما انت دايما كنت بتقول للمصريين احنا قدها وقدود وكلنا هنبقى في ظهرك، وان شاء الله مصر الجديده هتتبني بينا كلنا ومش هنخذلك ابدا ان شاء الله. شكرا.